والفارغ وهذه الكرة خطرة ساكا واسم قولها سريعة تشوف وفيها خطأ استغلها ساكا مع تدخل حمد الخالدي شوف عبد الرحمن الديحاني بالخطأ كانت الكرة بطيئة والخالدي حاول يغطي حارس مرمى نادي الساحل لنقلات في المحاولة للسيطرة لكن الكرة مقطوعة باجية ولمسة مع ساكا باجية بيتقدم مرة ثانية ساكا ساكا حلوة بياخذ الموقف عمر زكري بيحاول بيكيف تغيير مراكز اللاعبين طارق عجون وكرة ملعوبة لصالح الجهرة في الأمام رودريجو شايت على المرمى خالدي في التصدي ورودريجو ما تأخر فيها على طول لعبها هذه المرة اللي كان بيحاول لعبها داخل منطقة 18 أحمد غازي هي لكن بيشيلها ساكا اللي راجع ويا اتجاه مرمى نادي الجارة لكن بيشيلها بدر الصعنون حارس مرمى نادي ما عدت أو ما مشت مع أحمد غازي كرة ملعوبة ساكا ناحية اليمين حاول الآن جهة اليسار لصالح الجارة يمر اللاعبين الجهرة في التصدي في محاولات أكيد تأتي الآن لمصلحة الساحل في الهجوم عمر زكري ساكا خطرة ممكن لصالح الجهرة لكن اللي خارج حمد باجي إلى ساكا بيحاول يعدي لكن بيغطي كرة وريد ريجو بهي كرة ناحية اليمين والكرة ملعوبة عرضية إلى ضاحي ساكا بيحاول عط بيلعبها طويلة لصالح الجهرة ساكا براسه بهيها ناحية عمر زكري لكن الرقم قاطعها لصالح الساحل ترجع مرة ثانية لصالح الجهرة ساكا ساكا كرة معاه ساكا بهيها إلى ريد ريجو لوب جميل ساكا بيتقدم لكن في فاول خط ناحية اليسار التحضير الآن لكن ساكا قاطعها لصالح الجهرة كان يعطي توجيهاته إلى سلامة هادي لتكتيك معين وهذه الكرة ملعوبة سريعة والمحاولة إلى باجية لكن أساكا بيكملها ناحية ريد للعب لعبة جميلة راشد فراج اللي دخل الآن اللاعب رقم 6 أيضا ودخول آخر إلى الآن هو ضامن للنتيجة أساكا في الاستلام في العمق الآن ينتظر ضاحي الشمري في الاستلام أولى المحاولة ما زالت موجودة لكن الجهرب حاول ينظم الصفوف